في احنا الاتفاقية ابو ادجار، الاتفاقية ابو فرج على 1,400,000,000 شيكل مظبوط؟ اوكي، بسنة 2016 بيحكي معنا على 64,000,000 شيكل، كل المجالس كل الميمعة هاي بنحكي على 64,000,000 شيكل بسنة 2014. أخرى مرة أنا عم بحكي عم بتطرق لاتفاق مجلس الروم، لأنه هذا اللي بكيتنا، هذا المعنى، في اتفاقيات ثانية ممكن يكون نفس الشيء، الأرقام بتتغير غالبية رؤساء البلدان والبلدات العربية مضوا على الاتفاق، ضل عدد قليل اللي فيه عنده تساؤلات معينة. جزء من الناس اللي مضت عملت هاي التغييرات لصالح مجتمعها ولصالح ناسها. الاتفاق اجى عشان اللقاء، اجى عشان يوضح امور مبهمة بالاتفاق وتسليط الضوء عليها لعدم وقوع السلطة المحلية او المجلس البلدي او رئيس المجلس او رئيس البلدية في اخطاء قد تضره مستقبلا. عليه كان في ايضاحات معينة، ايضاحات مهنية وايضاحات من اعضاء البرلمان وايضاحات من رؤساء مجالس، بهدف اعطاء ورقة اللي هي ورقة مكملة للاتفاقية تضمن حقوق المواطن وتنجع العمل. قبل عدة ايام او اسابيع تم الاستفراد في كل رئيس بلدية او مجلس محلي، وكان هناك طلب بتوقيع اتفاقية مع وزارة الاسكان. بلدية طمرة اخذت الوقت الكافي، ولكن عدة ملاحظات على هذه الاتفاقية، وحتى اليوم لم توقع الاتفاقية مع وزارة الإسكان. هون عرضت عدة نقاط من جمعيات ومختصين مهنيين، وتم الاتفاق على إقامة طاقم مهني بمراقب حسابات ومستشارين قضائيين مع جمعية مساواة والجمعيات الأخرى، وهذا مهم جداً. المهم أن نكون موحدين مقابل وزارة الإسكان وكل الوزارات. وأنتم في بلدية طمرة ما هي أهم ملاحظاتكم على الاتفاقية؟ هناك عدة ملاحظات، ولكن ملاحظة مهمة جدا هي التسويق ودور السلطة المحلية في التسويق والمسؤولية عن الشركات. إحنا بدنا نكون المسؤولين الأول والأخير ومش وزارة الإسكان. فإذا قصرت بما معناه السلطة المحلية بكبي كبيات هاي الأجرود والهيتلين عن القسم اللي في ملكية المواطنين.